السلام عليكم طلابنا، طلاب كلية بغداد المتميزين المرحلة الثالثة. اليوم راح نكمل سلسلة محاضراتنا للأحياء، وراح نكمل بالنسبة لشابتر 2 السكيلتال سيستم. ونحاول أنه قبل ما أبدأ بمحاضرة اليوم أنه نستذكر بعض المعلومات اللي أخذناها عن المحاضرة السابقة أو المحاضرات السابقة. بالمحاضرات السابقة عرفنا أنه السكيلتال سيستم أو الجهاز الهيكلي consist of two parts، يتكون من جزئين: الأكسيال سكيلتون الهيكل المحوري، والأبندكولار سكيلتون الهيكل الطرفي. وقلنا أنه بالنسبة للأكسيال سكيلتون اللي تشوفه هنا باللون الوردي تقريبا consist of three parts، يتكون من ثلاث أجزاء: سكول الجمجمة، والفيرتبل كولوم العمود الفقري، والثوراسيك كيج القفص الصدري. وقلنا ان الثوراسيك كيج consist of two parts، يتكون من جزئين اللي هو عندي ribs الاضلاع، وعندنا الاسترنوم القص. وقلنا ايضا انه بالنسبه الموجود عندي الجزء الثاني اللي هو الابندكولار سكيلتون او الهيكل الطرفي، اللي عندنا composed of double bones، يتكون من عظام مزدوجه، which located on the both side of the body، اللي تكون عندي موجودة على جانبي الجسم. وعندنا بالنسبة يرتبط هذا يرتبط عندنا الهيكل الطرفي مع الهيكل المحوري بواسطة حزامين، اللي هما عندنا البكتورال جريدل اللي هو عندنا حزام الكتف، والبلفيك جريدل اللي هو عندنا حزام الحوض. وبديت بالنسبة للمحاضرة السابقة بالبكتورال جريدلز أو نسميه دي الشولدر جريدلز حزام الكتف. وقلنا بالنسبة للشولدر أو البكتورال جريدل يكون عندي متكون من عظمتين، اللي هي عندي السكابولا اللي هو عندي اللوح، ويكون عندنا تريانجل لايك بوز عظم يكون يشبه مثلث، وعندنا الكليفيكال اللي هو الترقوة اللي هو arch like اللي يكون عندنا عظم يشبه القوس. وقلنا انه the meeting of scapula and clavicle form cavity the head of the humerus settles in this cavity. اذا عندنا انه التقاء عظمتي اللوح والترقوة يكون عندي تجويف، يستقر رأس عظم العضد في هذا التجويف. عندنا يكون عندي هذا الالتقاء بين العظمتين وهذا التجويف والتقاء هذا او استقرار رأس العظم بهذا التجويف يكون عندي constitute the shoulder joint، يكون عندي مفصل الكتف. واخذت بالنسبه للأبر لمس الطرف الأعلى أو الطرف الأول بالنسبة للإنسان، وقلنا إنه يتكون عندي it composed of three parts، يتكون عندي من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هذا اللي نشوفه هنا اللي هو عندي الهيمروس أو العظم العضد، واللي هو قلنا إنه هو long strong bone واللي هو عندي عظم طويل وقوي. هذا العظم مثل ما قلت انه articulate with scapula، يتمفصل مع عظمة اللوح بواسطة shoulder joint by the shoulder joint بمفصل الكتف. and from the top من الأعلى and from the bottom من الأسفل it's articulate with the forearm، يتمفصل مع الساعد by the elbow joint بواسطة عندي مفصل المرفق. وأخذت عندي الجزء الثاني اللي هو forearm اللي هو عندي الساعد، وقلنا إن هو يتكون من عظمتين اللي هي عندنا الأولنا اللي هي الزنت، وعندي الريدس اللي هو عندي الكعبر. وقلنا بالنسبة للأولنا تكون اللونجست، يعني عندنا تكون أطول من الريدس، تكون عندي the longest، وتكون عندي located in the direction of the little finger، تكون عندي تكون باتجاه الأصبع الصغير.
أما بالنسبة للرادس فتكون عندنا located in direction by the thumb، تكون عندي مباشرة مع الإصبع الكبير أو الإبهام. أيضا عندنا بالنسبة لل forearm قلنا إنه articulate with the humerus by the pelvic by البو جوينت بواسطة مفصل المرفق، ومن البوتوم أو من الأسفل يكون عندنا articulate with the for with the wrist، يكون عندنا يتمفصل مع المعصم أو مع الرسغ بواسطة أو يتمفصل مع الكاربال بونز أو يتمفصل مع عظام الرسغ. أنا عندي طبعا هنا لها اسمين، إما نسميها بالرست المعصم أو نسميها بالكاربل أو الرسغ. أيضا عندي أخذت بالنسبة لي الهانز أو اليد، وقلنا إنه تتكون من 3 أجزاء. هذه الأجزاء تحتوي على العدد الإجمالي إلها هو 27 عظم 27 بونز. هذه مقسمة إلى 3 أقسام 3 parts. أول قسم اللي هو الكاربل أو الريست مثل ما قلنا الرسو، it consists of 8 bones. وعندنا اللي بعده عندنا راح يكون عندي الميتاكاربل أو نسميه بالبالم اللي هو عندي المشط، و it consists of 5 bones. والجزء الأخير اللي هو عندنا الفلانجرز اللي هي السلاميات، it consists of 14 bones، تكون عندي من 14 عظم. every fingers have 3 bones أو 3 flangers، كل واحد من الأصابع راح يحتوي على 3 سلاميات except the thumb، عدا عندي الإبهام، it consists of 2 flangers اللي هو يحتوي على عظمتين أو سلاميتين. هذا بالنسبة للدرس السابق. أما بالنسبة لدرسنا أو محاضرتنا اليوم راح تكون عندنا على البيلفيك جيردل اللي هو عندنا حزام الحوض with the lower limbs مع الأطراف السفلى. راح نجي بالنسبة لي قلنا إنه اليوم محاضرتنا راح تكون عندي البيلفيك جيردل with the and the lower لمس حزام الحوض مع الأطراف السفلى. راح أبدي بالنسبة للبيرفيك جيردل اللي هو عندنا حزام الحوض. هذا نشوفه هو هنا عندي حزام الحوض. It consists of two symmetrical halves. Each of them composed of three cohesive bones. إذا عندنا راح يتكون من جزئين، كل جزء من عنده راح يتكون عندي من 3 عظام. تكون هذه العظام تكون عندي العظام ملتحمة أو عندي مندمجة. هذه العظام هي عندي الإليوم الحرقفة والأسكيوم الورك، وعندنا البيبوس اللي هو العانة. نشوفها هنا، هذه هي عندنا أول عظم اللي هو الإليوم، وعندنا هنا عندنا البيبوس اللي هو عندنا عظم العانة، وعندنا الأسكيوم اللي هو عندنا واضح هنا يعني عندي. هنا عندي قلنا انه هذا راح تتكون عندي من 3 عظام اللي هو هذا العظم الثاني بس هنا هو مؤشر عليه اللي هو عندي الحرقفة والورك والعانة. التقاء هذه العظام راح يكون عندي تجويف، هسه راح نبدي نحكي عنه. زين، the pelvic is like the vessel on the in which vertebral column rests. اذا عندنا يكون عندي هذا او الحوض يكون بشكل وعاء يستقر فيه العمود الفقري. عندنا بالنسبة the pelvic is articulated with the lower limbs. إذن عندنا إذا مفصل الحوض
حوض مع الأطراف السفلى. Also a part of intestines and some other internal organs are found in the pelvic. أيضا عندنا بالإضافة إلى هذه قسم من الأمعاء اللي تكون عندي مع بعض الأعضاء الداخلية تكون عندي مستقرة أو موجودة في داخل حزام الحوض. عندي بالنسبة إن هنا نشوف أكو عندي شكلين من الحوض، هو حوض الذكر وحوض الأنثى. هذا هو عندي حوض الذكر وهذا هو حوض الأنثى. أكو عندي هناك there is difference between male and female pelvic pelvis. إذا عندي أكو اختلافات بين حوض الذكر وحوض الأنثى. أجي على هذه الاختلافات شنو؟ Bones of pupils in female are lighter than the male. إذا عندي عظام العانة بالنسبة للأنثى تكون عندي أخف مما موجود في الذكر. Pelvis is wider in female to facilitate the pregnancy period. إذا عندنا بالنسبة للعظام أو الحوض في الأنثى يكون أعرض من الحوض في الذكر، وذلك لكي للمساعدة في أو لتسهيل عملية الحمل أثناء فترة الحمل بالنسبة للمرأة. إذا عندنا هذه النقطة الثانية، pelvis is wider in female to facilitate the pregnancy period. النقطة اللي بعدها، pelvis in female is less deep than in male. إذا عندنا أيضا بالنسبة لتلاحظ هنا إنه الحوض في الأنثى يكون أقل عمق مما موجود في الذكر. هسه راح أجي بالنسبة هذا بالنسبة للما موجود عندي بالحزام الحوض، راح أجي هسه بالنسبة لللور ليبس أو الأطراف السفلى. راح ألاحظ إنه بالنسبة لللور ليبس تكون عندنا ثلاث أجزاء مقابل لما موجود بالأبر ليبس. يعني تكون عندي مشابهة لهذه الأجزاء ولكن بتسميات مختلفة. فلاحظ إنه اللور ليبس are made up of عندي بالفيمر أو عظم الفخذ، وعندي الجزء الثاني اللي هو عندي الساق وعندي أيضا عندي القدم. فراح أجي هسه أخذ أول جزء اللي هو عندي الفيمر. Femur is the longest and strongest bone of the body. إذا عندي هو أطول وأقوى العظام اللي موجودة بالجسم. And it corresponds to the humerus found in the upper limbs. إذا عندنا هو يقابل هذه الكلمة اللي هي عندنا corresponds معناها يقابل the humerus found in the upper lips، يقابل عظم العضد في الطرف الأعلى. From the upper side this bone contains a spherical head. من الجهة العليا راح ألاحظها هنا يحتوي هذا العظم على رأس يكون كروي which enter to the استابيولار كافيتي. إذن هذا عندنا راح يدخل إلى داخل استابيولار كافيتي اللي هو التجويف الحقي. And form a ball and socks joint، ويكون عندي مفصل من نوع اللي نسميه الكرة والتجويف. From the bottom femur is articulate with tibia by knee joint. هذا عندنا كان عندنا بالنسبة للأعلى. أما بالنسبة للأسفل فهو عندنا يتمفصل مع التيبيا أو الساق، قصبة الساق by knee joint بواسطة مفصل الركبة. الجزء الثاني اللي راح أخذه اللي هو الليكس.
أو القدم، العفو الساق. عندنا الاس made up of two bones، إذن هي راح نشوفها هنا كما مثل ما أخذناها بالنسبة للفورارم، تتكون أيضا من two bones، تتكون أيضا من عظمتين. One of them is located beside the other one، كل واحدة منها تقع بجانب الثانية. They are tibia and fibula، تكون عندي هي عبارة عن القصبة والشظيه. هذه هي التيبيا وهذه عندنا هي الفابيولا اللي هي القصبة والشظية. إذن عندنا they are tibia and fabula، إذن هي عندي عبارة عن التيبيا والفابيولا. عندنا هذه العظمتين corresponding to the ulna and radius found in the forearm. إذن هذه عندنا راح تقابل الألنا اللي هي عندنا الزنت والرادس الكعبرة اللي موجودة عندي باليد. لكن هنا ننتبه عندي إلى هذه النقطة اللي هي عندنا بعض. The fabula does not turn around the tibia as the radius turn around the ulna. إذن عندنا يقول عندنا هنا عندنا الفابيولا، هذه عندنا الفابيولا اللي هي عندنا الشظيه، not turn around the tibia، لا تدور حول القصبه كما تدور عندي كما تدور عندي عندنا الراديوس turns around the ulna، كما تدور الكعبرة حول الزند. طيب إذا أجاني هذا كتعليل شو راح يكون الجواب مالته؟ because fabula is thinner than the tibia، أدنى إذن تكون عندي الشظية أنحف من القصبة. and the two ends of fabula are connected to the tibia، وأيضا عندي طرفا الشظية تكون متصلة بالقصبة. إذن هذا السبب يخلي عندنا القصبة لا تدور حول الشظية، فهذا يجي أكثر أحيان بشكل تالي. Tibia is located in the front of the leg under the skin. عندنا بالنسبة للتيبيا أو القصبة تقع عندنا بأمام بالجهة الأمامية من الساق تحت الجلد. ليك أند فيمر constitutes the knee joint. إذن عندنا القدم أو الساق العفو مع الفخذ تكون عندي مفصل الركبة. The type of this joint is the hing. إذن عندنا هذا يكون عندنا من نوع نسميه بالمفصلة، اللي هو عندنا يكون عندنا هذا النوع من المفصل يتحرك باتجاه واحد، يسمى أيضا بمفصل القفل والمفتاح لأنه يكون حركته بجهة واحدة. There are a flattened small bone called patella in front of the knee. توجد عندي عظمة صغيرة مسطحة أمام مفصل الركبة. هذه عندنا العظمة تسمى بالرضفة، هذه هي العظمة اللي هي البتيلا اللي هي عندي الرضفة. The leg connected to the foot by the ankle joint. إذا عندي بالنسبة للساق ترتبط مع القدم بواسطة مفصل يسمى هذا المفصل بالانكل جوينت اللي هو مفصل الكاحل. أجي إلى الجزء الأخير اللي هو الفوت. It's made of 26 bones. عندنا يكون عندنا يتكون من 26 عظم. إذا نتذكر عندنا بالنسبة لليد كانت مكونة من 27
مكونة من 27 عظم. زين، احنا راح ندور هنا نشوف وين النقص اللي صار عندنا. which are distributed into three parts، مقسمة إلى ثلاث مناطق، like the palm، كما في اليد. نجي هنا نشوف شنو هاي التقسيمات حتى نعرف وين النقص العظم اللي صار عندنا. أول شيء الأدي الأنكل أو ترسيال. زين، إذا عندنا تارسلز أو عندي الأنكل اللي راح نوتش عندنا كورسبوندس to the rest found in the head. إذا عندنا الكاحل يقابل عندي المعصم أو الرسغ اللي موجود باليد. عندي بالنسبة لي تراسيالز آر composed of seven bones. اذا هنا ننتبه، هنا اذا لاحظنا انه عندي هنا الانكل يكون عندي مكون من عندي السبع عظام، بينما الريست كان مكون من 8. الريست كان مكون من 8، كان مكون من 8 عظام. اذا هنا صار عندي الفرق بالعظم. طيب الجزء الثاني عندي اللي موجود عندي هنا اللي هو عندي the metatarsals. metatarsals عندنا اللي هو عندي المشط metatarsals which contain five bones، اللي يحتوي لي على خمسة عظام. الجزء اللي بعده اللي هو التويز راح يكون عندي، طبعا هنا عندنا بالنسبة لليد نقول fingers، بينما بالنسبة للقدم نقول toes اللي هي أصابع القدم. they are composed of 14 bones or phalanges like fingers. تكون عندي مكونة من 14 عظم كما في الأصابع اللي هي أصابع اليد. and they are distributed in the same way، وأيضا عندنا تكون عندي موزعة بنفس الطريقة. it's noticed that the hallux the big toe does not move easily like the thumb so function of foot is walking. نجي نشوف هاي الفقرة شنو معناها. هنا بالنسبة للعظام أو عظام الأصابع هي 14 مقسمة مثل ما أخذناها باليد، كل أصبع ثلاثة من الفلانجز وثلاث سلاميات. فقط عندي الإبهام اللي إحنا هنا عندنا نسميه بالهالكس، يكون عندي الهالكس هو إبهام اليد، بينما هنا الثامب هو العفو الهالكس اللي هو إبهام القدم، بينما الثامب هو إبهام اليد. يكون أيضا عندنا يكون عندي عظمتين. نلاحظ إنه هنا إنه الهالكس يكون عندي بيك تويز أو البيك تويز is don't move easily، لا يتحرك بسهولة like thumb كما في إبهام اليد. so the function of foot is walking. يعني إذا جبت لك تعليل وقلت لك the function of foot is walking، لماذا يكون عندي القدم مقتصرة على المشي؟ تقول لأنه the helix or the big toe does not move easily like the thumb. يكون عندي الإبهام بالقدم لا يتحرك بسهولة التي يتحرك بها إبهام اليد. هذا بالنسبة لي اللي أريده اليوم. راح أخذ هسه مرة ثانية مراجعة سريعة للي أخذنا. راح أخذ هسه عندنا التعاريف اللي أول شيء عندنا أول تعريف راح أخذه عندنا هنا الفمر أو اللي هو عندي أو عظم الفخذ.
عندنا ال femur is the longest and strongest bone in the body and it's corresponds to the humors found in the upper lips. إذا هو عندنا أقوى وأطول عظام الجسم يقابل العظم العضد الموجود في الطرف الأعلى. From the upper side, this bone contains a spherical head which enters the acetabular cavity and forms the ball and socket joint. From the bottom, femur articulate with the tibia by knee joint. إذا هو عندنا يكون عندنا الرأس الأعلى يكون عندنا مدور أو كروي يدخل في التجويف الحقي شكل مفصل كرة وتجويف، ومن الأسفل يتمفصل مع عظم الفخذ مع الساق بواسطة مفصل الركبة. عندنا الاستابيولار أو عندي المفصل حق استابيولار سكافتي it is a socket where the bones of the pelvic girdle meet. إذا عندنا المفصل الحقي هو المفصل اللي يتكون عندنا من عظام الحوض. The spherical head of the femur bones rest in. إذا عندنا يستقر فيه رأس عظم الفخذ. A knee joint is the femur articulate with the tibia. إذا عندنا مفصل الركبة هو المفصل اللي عندنا يكون ناشئ من ارتباط الفخذ مع عندنا عظمة التيبيا أو عظمة عندنا القصبة. زين. الليك It's made of two bones. One of them is located beside the other. إذا عندنا الساق يتكون من عظمتين كل واحدة منها بجانب الأخرى. One of they are tibia. واحدة من عندهم هي عندنا القصبة. And fibula اللي هو الشظية. عندنا corresponding to the ulna and radius found in the forearm. إذا عندنا تقابل عندنا عظمتي الكعبرة والزنت الموجودة في الطرف الأعلى أو موجودة في اليد. عندنا هنا عندنا الباتيلا أو عندنا الرطبة is flattened small bone in front of the knee joint. إذا هي عبارة عن عظمة تكون هذه العظمة صغيرة ومسطحة وتوجد أمام مفصل الركبة. function it protection the knee joint. إذا عندنا فائدتها هي أو وظيفتها هي حماية مفصل الركبة. عندي بعده هو الأنكل joint هو مفصل الكاحل. it's the leg connected to the foot. إذا هو منطقة الاتصال طبعا هنا الأسف هنا هذه عندي هاي هذه عندنا تكون عندي زايدة هنا. إذا هو عندي هو عظم اللي مكان اتصال الساق بالقدم. عندنا الأنكل أو تارسلز الكاحل أو الكعب أو الكاحل which corresponds to the wrist found in the hand. يكون عندي مقابل للرسغ الموجود في اليد. Tarsals are composed of 7 bones وإن الكاحل يتكون من 7 عظام. عندنا اللي بعده عندنا الميتا تارسلز
الميتاتارسز المشط which contain 5 bones تحتوي على 5 عظام. Toys they are composed of 14 bones أو نسميها الفلانجس like fingers and they are distributed in the same way. إذا عندنا اللي هي 14 عظم تقابل أو نسميها سلامية تقابل ما موجودة بالأصابع اليد وتكون توزيعها بنفس الطريقة. What the difference between male and female pelvis؟ ما هو الفروقات الموجودة بين عظام العفو بين حوض الذكر وحوض الأنثى؟ Number one bones of pelvis in female are lighter than the male. إذن عندنا عظم الآنة في الأنثى أخف من الذكر. Pelvis wither in female to the to fasciated. The pregnancy period. إذا عندنا الحوض يكون أوسع في الأنثى لتسهيل فترة الحمل. Pelvis wider in female to facilitate the pregnancy period. النقطة الثالثة pelvis in female less deep than in male. إذا عندنا الحوض في الأنثى يكون أقل عمقا مما في الذكر. راح أجي إلى question 3. What the cases of the pharynx؟ ما هو السبب أو علل أو أعطي الأسباب اللي تصير عندنا للأشياء اللي موجودة هسه اللي راح أطلبها. The fibula does not turn around the tibia as the radius turn around the ulna. لا تدور القصبة حول الشظية كما تدور الكعبرة حول الزن. Because fibula is thinner than the tibia and the two ends of fibula are connected to the tibia. لأنه عندنا القصبة تكون أرق من الشظية وأيضا الشظية تكون أرق من القصبة وتصل طرف الشظية بالقصبة. The function of the foot is walking. وظيفة القدم هي المشي. Because the hallux, the big toe, does not move easily like the thumb. إذن عندنا بسبب إنه إبهام القدم اللي هو الأصبع الكبير في القدم لا يتحرك بسهولة كما في اليد. How many bones are there in each of? كم هو عدد العظام في كل من؟ Pelvic girdle الحزام الحوض عندنا 3 اللي هي عندنا الإليوم الأسكيوم والبيبوس. إذن هي عندنا العظام الحرقفة والورك والآنة. الليك أو الساق عندنا 2 اللي هي تيبيا أند فابيولا. الفوت 26 عظم. الأنكل أو التارسيال تارسلز إذا عندنا التارسل يكون عندنا 7 بونس واللي قلنا هنا اللي عد الاختلاف واللي خلى العظام مال الفوت تكون عندنا 26. عندنا الميتا تارسلز اللي هي المشط 5 والتويز الأصابع اللي هي عندنا 14 بونس. لهنا عندنا راح ينتهي محاضرتنا وشكرا جزيلا على متابعتكم ومع السلامة.